جو من البهجة والسرور. احتفلت مديرية التربية والتعليم في مدينة الخليل بتخرج الأوائل في الثانوية العامة من فوج الباسل. هذا عرس وطني فلسطيني في مديرية الخليل، خصوصا أنها تميزت بالأول على الوطن في الفرع العلمي الطالب باسل هاني عبدين بمعدل 99.7. طبعا لدينا 20% من المتقدمين لامتحان الثانوية العامة حصلوا على معدل 90% بأعلى، و 24% حصلوا على معدل 80 إلى 89.9. هذا النجاح وهذا التفوق الذي كان هذا العام كان بجهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات، نتقدم لهم بالشكر والتقدير على هذه الجهود المميزة. وبحضور عدد من المسؤولين والأهالي تم تكريم 415 متفوق ومتفوقة، وتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات المبهجة مثل الكورال والدبكة الشعبية. ورسالتي لكل المتفوقين والمتفوقات طبعا أن يستمروا في تحصيلهم الجامعي وتحصيلهم العلمي، نتمنى لهم طبعا التوفيق، وطبعا كل الذين ساهموا في أن يصلوا هؤلاء الأوائل إلى ما وصلوا إليه من آباء وأمهات وتربية وتعليم، أسرة تربية وتعليم، كل الشكر وكل التقدير لجهودهم الكبيرة ولجهود كل المؤسسات اللي ساهمت في إنجاح عملية توجيهي أن تسير بشكل جيد. باسل عبدين الأول على الوطن بمعدل 99.7 حصل خلال الحفل على العديد من الجوائز المحفزة، وينوي باسل التقدم للجامعة الأردنية لدراسة الطب. بوجه رسالة لكل طلاب التوجيه السنة القادمة، بنحكي لهم شدوا حالكم، وإحنا نجحنا وتفوقنا بحمد الله، وطعم النجاح ما بدو إلا اللي بجربه، وكل واحد فيكم يحط رسام قدامه ويسعى لتحقيقه، ويخلي النجاح والتميز والتفوق انه يعني نص بعينه ويسعى لتحقيق هذا النجاح ان شاء الله. تسلم، الله يسعدك يا سيادة الرئيس، انت رئيسنا وتاج راسنا، الله يسعدك، الله يهنيك يا رب، الله يهنيك، تسلم، الله يبارك فيك يا رب. المتفوقون في الثانوية العامة يأملون في أن يتم استثمار عقولهم الفذة لتحقيق الفائدة لهذا الوطن بالدرجة الأولى. تلفزيون وطن، ألا إزدارو الخليل.